السلام عليكم متابعينا الكرام، سنطرق إلى بطاقة جوبري مع طريقة حصرية وأوشر عربي على قناتنا وإثبات سحب بقيمة 10 دولار، ولم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك، أتمنى يصل الفيديو لأزيد من 1000 لايك لأنه يستحق ذلك، ونترككم مع الفاصل التالي. إذا بشرة أصدقائي سنقوم بإثبات شحن بطاقة بقيمة 10 دولار في حسابي، نشاهد هذا الإثبات طبعا ثم نقوم بالمرور إلى الشرح. إذا كما شاهدوا أصدقائي هذه بجي التطبيق، أول شرح عربي حصري على قناتنا والتطبيق ما زال حصري وجديد. إذا كما شاهدوا أصدقائي كل ما عليكم تنزيل التطبيق، طبعا سأضع لكم جميع الروابط أسفل التدوينة، وبعد الدخول إلى التطبيق ستقوم بإضافة هذا الكود لكي تظهر معك خانة السحب، لأنك بدون وضع هذا الكود لن تظهر معك خانة السحب. تقوم بوضعه هنا في خانة بي انفايتد وسيعطيك 300 جوهرة أمامكم أصدقائي، ستتم إضافتها كذلك في حسابكم وتفتح معك خانة السحب مباشرة. إذا أصدقائي مباشرة كما تشاهدون هذه واجهة التطبيق، وأمامكم التطبيق ما زال جديد وهو تطبيق يعني صدق وموثوق. طبعا سأريكم يعني إثبات سحب بطاقة 10 دولار في بداية الفيديو ستشاهدونها، قمت يعني استعمال بطاقة جوجل بلاي بقيمة 10 دولار. إذا هي الطريقة، تنقر على تاب تو بلاي أصدقائي، وهكذا هي الطريقة تقوم باللعب، هكذا يعني طريقة سهلة جدا وستعجبكم كثيرا. انظروا معي، كل مرة تقوم باللعب أصدقائي يعني كل مرة تصل إلى ليفل معين تقوم بالحصول على الكثير والكثير من الجواهر، والطريقة سهلة جدا ورائعة يستفيد منها الكثير من الأشخاص. إذا كما شاهدون أصدقائي هكذا يعني تكرر نفس العملية. طبعا ستفتح معك بعض الصناديق، تنقر على كلمة جو وتظهر معك هذه 9 صناديق. إذا كل مرة صديقي يعطيك 3 مفاتيح، أنت تقوم بفتح المفاتيح. انظر معي، يعني هذا المفتاح أعطانا 6 جواهر، هنالك يعني صندوق سيعطيك يعني أكثر من مجوهرات. انظر معي أصدقائي، يعني هي، وتقوم بفتح بقية الصناديق. طبعا لكي تفتح بقية الصناديق صديقي، لكي تحصل على 3 مفاتيح أخرى، تشاهد الإعلان وتحصل على 3 مفاتيح وتقوم بفتحها جميعا وتحصل الكثير من الجواهر. إذا كما شاهدون أصدقائي بقية الصناديق فيها الكثير من الجواهر، وتكرر نفس العملية بهذه الطريقة. يعني تطبيق سهل جدا أصدقائي. في بداية الفيديو ستشاهدون أنني قمت طبعا بسحب بطاقة جوجل بلاي وإضافتها في متجر الجوجل بلاي، لكي يكون كل شيء أمامكم بالإثبات، وهو أول شرح عربي يتم على قناتنا، فأتمنى أن تدعمونا بلايك تقديرا لمجهودنا. إذا كما شاهدون أصدقائي هذه واجهة تطبيق، كل ما عليكم تكرار نفس العملية كل مرة، هكذا هي طريقة الاشتغال، سهلة جدا. انظروا معي، وكل مرة تتحصل يعني على الجواهر. إذا أصدقائي هذه الطريقة الأساسية في اللعب في التطبيق، هي أمامكم. طبعا أنصحكم أصدقائي بتسجيل حسابكم عبر الفيسبوك أو الجيمايل لكي يبقى يعني طبعا يشتغل دائما ولا يحدث معك أي مشكل. إذا كما شاهدون أصدقائي هنا طبعا طريقة الاشتغال الأساسية هو عن طريق عمل سماش هكذا بهذه السكين، طريقة سهلة جدا. طبعا كما شاهدون هنا عند دخولك لهذه الخانة هنا ستستفيد من بعض الأصدقاء الخاص بك أصدقائي، هنا يفيدونك في الربح كذلك. طبعا أصدقائي الأعزاء هنا خانة الانفيتيشن ستستفيد ب 0.04 سنت عن كل شخص تقوم بجذبه للتطبيق، وليس 0.04 دولار، لا تقال 0.04 دولار، بل 0.04 سنت يعني من الدولار. إذا كما شاهدون أصدقائي هكذا هي تتم العملية. هنا طبعا أصدقائي الأعزاء بعض التيكت يمكنك الدخول لربح 10 دولار فقط صديقي، تقوم بمشاهدة بعض الفيديوهات هي أمامكم أو تستعمل بعض الجوائر وتكون حظوظك أوفر بكثير لتربح على 10 دولار. هنالك أشخاص محظوظون، يمكنكم الاستفادة من هذه الخانة أصدقائي. انظروا معي، هنالك أشخاص يقومون في اللعب عبرها. هنا طبعا بعض التعليمات الأخرى يعني التي يمكنك إتمامها، لكن أهم شيء أن طريقة الشغل الأساسية هي عن طريق اللعب هكذا. طبعا أصدقائي بالنسبة لطريقة سحب الأرباح، يمكنك النقر على خانة الدولار على اليمين هنا، أو يمكنك النقر على هذه الخانة الدولار على اليسار من هنا. طبعا عند دخولك هذه الخانة صديقي، يمكنك تحويل هذا المال إلى كاش إذا أردت السحب عبر بايبال. تقوم بتحويل الجواهر مباشرة ثم تنقر على ريديم هكذا، تنقر على ريديم، وهنا تقوم بالتوجه لبايبال وتقوم بالسحب إذا أردت السحب عبر بايبال أو يعني طريقة أخرى. بالنسبة للسحب عبر بطاقة جوجل بلاي، كل ما عليك دخول هذه الخانة وتقوم بتحويل الجوار إلى بطاقة جوجل بلاي تأتيك مباشرة في حسابك. نعم صديقي العزيز، وهنا طبعا ستجد يعني كود البطاقة الخاصة بك ستظهر معك في هذه الخانة مباشرة. إذا هذا كما فهم أصدقائي، أتمنى التطبيق الحصري على قناتنا قد نال إعجابكم، وأتمنى تبقوا علينا بضغطة لايك، وأتمنى تشاركوا هذه الطريقة مع أصدقائكم لكي يستفيدوا منها. ولا نترككم في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.